بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامجكم فتشوا الكتب وسلسلة صورته ومثاله، وبنكمل كلامنا من القديس يوحنا ذهبي الفم وتأملاته في الموعظة على الجبل. كل وصية قالها المسيح ترجعنا لصورة المسيح ومثاله، ومن هنا اخترنا العنوان ده لأن كلام المسيح هو اللي عايشه ربنا يسوع. فلما بنعيش بالسلوك المسيحي بالوصية احنا بنرجع تاني نبقى شبه المسيح. وصلنا للجزء اللي بيقول فيه: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. إذ يريد الرب أن يدعم شرحه يقول إن من يخدم سيدين يكره ويبغض بدلا من أن يخدم، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. موضحا أن التغيير للأفضل أمر سهل. يعني إيه؟ كونك تختار سيد من اتنين وتركز فيه، خلاص ركزت مع ده بتحبه، يبقى التاني أنت أهملته. وطبعا مفهومة في الآية اللي بعدها: لا يمكنكم أن تخدموا الله والمال. هركز في ربنا قوي يبقى أنا بتغير بجد، لأن الفلوس ما بقتش فارقة معايا كتير. ركزت في الفلوس قوي يبقى ربنا تركني، يبقى أنا بتعبيره هنا احتقرت. ربنا يرحمنا يعني. فهنا بيقول أول معنى بيوضح أن التغيير للأفضل مش صعب. ليه؟ لأنه قضية اختيار. هتخدم ده ولا ده؟ هتحب ده ولا ده؟ هتلازم ده ولا ده؟ هتركز مع مين؟ ركز مع حاجة واحدة، يبقى الأفضل لك ما تشتتش نفسك. وبالتالي يقصد إيه؟ ركز في ربنا، خلاص الفلوس تجري وراك وتبقى تحت رجليك وتبقى عايز مظبوط، لأنك ستحتقرها لكن هي اللي هتخدمك. فهنا أول معنى بيقوله ذهبي الفم أن التغيير ليس أمرا صعبا. قرار أنك تحط المسيح هو الأهم دايما، وهو اللي يشغلك، زي ما زك عمل كده بقى قديس وحياته بقت أحلى من الأول كتير. لألا يقول قائل: لقد صرت عبدا إلى غير رجعة. لا لا، ليه بتقول كده؟ حتى لو كانت الفلوس شغلاك زيادة في وقت، خد قرار وركز في ربنا، الفلوس ترجع لورا. اختار سيد واحد. لقد أصبحت تحت سيطرة الثروة. لا ده كلام خيبان، سامحوني. يعني ايه يعني هي الفلوس مسيطرة عليك ليه؟ طب ما انت اللي تسيطر عليه. مؤكدا ان الانسان يمكنه التغيير من حال الى حال. يبقى الكلام ده مش معناه ان احنا نيأس، بالعكس ده كلام بيقول الاختيار في ايدك والاختيار مش صعب. قرر بس هتمشي مع مين، هتعبد مين، لانه ما ينفعش تخدم سيدين. اسهل لك واريح لك واروق لدماغك انك تركز في واحد بس، خلاص يبقى ضمنيا ركز في السماء، ركز في ربنا. وبعدين يكشف ويقول: لا يمكنكم أن تخدموا الله والمال، فلنرتعد. كلام ذهبي الفم. ونحن نتأمل هذا الأمر ونفكر: ما الذي جعل المسيح يقول ذلك؟ كيف يضع المال مع اسم الله؟ يعني ذهبي الفم استكترها شوية، قال يقول الله والمال كأنهم قصاد بعض، إذ جاب لجاب يعني. لكن إن صدمنا هذا الأمر فإن حدوثه في أعمالنا وتفضيلنا لطغيان الذهب على مخافة الله هو أمر يصدم أكثر بكثير. يعني لو كنتم مستكترين أن ربنا يسوع يقول لا تستطيعون أن تخدموا الله والمال، وحط المال في مقابلة الله نفسه، الصدمة الأكبر أن الناس أغلبها بتخدم المال مش بتخدم الله. فقال يعني أنتم مستغربين المسيح يعني يسوي نفسه بفلوس كسيد؟ طب ده الأسوأ من كده، أن الناس أغلبها مختارة عبادة المال. هو أمر يصدم أكثر بكثير. ألم يكن هذا ممكنا بين القدماء؟ أجل ودون شك. رب قائل: كيف حصل إبراهيم إذن على شهرة طيبة؟ في واحد ممكن يقول يعني معنى كده أي واحد غني ملوش في ربنا. لا لا استنى، مش ده المقصود خالص. فبيقول واحد زي أبونا إبراهيم إزاي شهرته في الكتاب المقدس حاجة كبيرة قوي، رجل الإيمان وخليل الله. كيف نالها أيوب؟ بيتكلم عن ناس أغنية جد.
لكن الناس دي ما خدمتش الفلوس. هنفهم، لا تخبرني عن الأغنياء بل عن الذين يخدمون المال والثروات. يعني ما تحط مثل لواحد غني، استنى، في غني عمره ما خدم الفلوس، كانش الفلوس شغلة زيادة، هو جاله كتير قوي وخيره كتير قوي بس هو مركز في ربنا. وفي واحد فقير دماغه كلها في الفلوس. فأنا بيقول لا تخبرني عن الأغنياء بل عن الذين يخدمون، تعبير الآل والمسيح، لا تستطيعون أن تخدموا الله والمال، الذين يخدمون المال والثروات. فإن أيوب كان غنيا لكنه لم يخدم مال الظلم، بل تملك أيوب عليه وتحكم فيه وكان سيدا لعبدا. الرجل ده كان يعمل صدقات كتيرة قوي، ولما افترق ما حزنش على الفلوس على فكرة، بس هو كان صعبان عليه لأنه مش فاهم كل التجارب دي ليه، لكن ما كانش الفلوس اللي راحت هي اللي وجعه. أيوب كان غنيا لكنه لم يخدم مال الظلم، بل تملك عليه وكان سيدا لعبدا، لهذا اقتنى كل شيء وكأنه وكيل لأملاك شخص آخر. يعني أيوب عاش بنفسية اللي في إيده ده من ربنا، موكله على الحاجات دي، فالرب أعطى الرب وأخذ ضحكته، ليكن اسمه مبارك. وهو لم يكن يسلب الآخرين، لو بيخدم الفلوس كان يستغل موقفه، لكن ما كانش يستغل أبدا، بالعكس كان سخي، بل كان يعطي المحتاجين من ماله الخاص. والأكثر من ذلك، حين توفرت لديه الثروات لم تكن مصدر فرحه، لدرجة قال في أيوب 31: ما فرحت أبدا بكثرة ثرواتي. في جزء من كلمات أيوب قال أنا عمري ما فرحت بالفلوس. شوفوا بقى نقاوة القلب. إذن أيوب الغني قوي كان خادما لله، لم يكن خادما للمال، فما تربطهاش دايما بالأغنياء. لهذا أيضا لم يحزن حين ضاعت ثروته، لكن أغنياء هذا الزمان ليسوا مثل أيوب، بل بالحري هم في حال أسوأ من حال العبيد، كأنهم يدفعون الجزية لطاغية جبار. يعني دول مذلولين والفلوس زلاهم، وكأنهم بيدفعوا الجزية للجبار اللي هو الفلوس يعني. وكأن ذهنهم قلعة مشغولة بمحبة المال. يعني تدخل دماغ واحد من دول تلاقيها ما فيهاش حتة سليمة، كله رايح في الفلوس، كل دماغه فلوس فلوس فلوس. فطبعا ده عبودية مرة يعني. تبعث إليهم بأوامرها، محبة المال، من هناك يوميا ملآن إثما، ولا يقوى أحد على مخالفته. يقدر واحد من دول يخالف فكرة إنه يقول للفلوس لا، أو فرصة يعني مكسب يعرف يوقفها؟ ما بيعرفش، لأنه أصبح عابد. لهذا لا تكونون معاندين بزيادة. الله أعلن مرة وإلى الأبد ونطق: من المستحيل على الإنسان يوفق في خدمة سيدين. يعني النص الصريح ده بيقول لنا راجع نفسك، أنت بتعبد مين؟ هي كده عبادة، عبادة، يا إما عبادة لله وتخلص لله، يا إما عبادة للفلوس وتخلص ليها. فإن قلتم لا بل هذا ممكن، ممكن يعني نمشي ده وده وماله، نصلي ونصوم برضو ونجري ورا الفلوس. ففي ناس تحاول دايما تمشي الاثنين، لماذا تقولون ذلك وأحد السيدين يأمركم أن تسلبوا حقوق الآخرين بالعنف؟ هو اللي يحب الفلوس، الفلوس هتخليه يعمل إيه؟ يدوس على الناس، يظلم، يسرق الناس، يعمل، يكذب، يعمل أي حاجة عشان يوصل للفلوس. ما هو اللي بيعبد الفلوس يعمل كده، يبقى ده ضد تماما إرادة الله، يبقى خلاص احتقر الآخر طبعا. بينما يطالبك السيد الآخر أن تجرد نفسك من محبة المقتنيات. يعني ربنا كسيد بيقول لك ارمي الفلوس ووزعها كده، والمال كسيد يقول لك اكنز وحوش وخد الفلوس اللي في إيدين الناس كلها. طب ده بيقول عكس ده، هتخدم الاتنين ازاي؟ اوعى تصدق انه ممكن الاتنين يبقوا مسيطرين عليك، مش ممكن، واحد هيسيطر والتاني ترك. ربنا يسوع بيقول كلام حقيقي واقعي وعملي وواضح جدا، وبالتالي انت عليك تختار هتمشي وراء الاله اللي اسمه ربنا له المجد اللي بيشجعك تطلع الفلوس للخير، ولا الاله اللي اسمه الفلوس اللي بيشجعك تاخد فلوس الغير. إرادة الله عكس إرادة الفلوس، والاختيار ليك.
يطالبك السيد الآخر أن تجرد نفسك من محبة القنية. الأول يطالبك أن تكون عفيفا لربنا، والثاني أن تكون سكيرا. ما هو الغنى الفاحش يخلي الواحد يعمل حاجات وسلوكيات تتفق مع مستواه المادي، فتلاقي تنازلات كلها شر. واحد يأمرك أن تحتقر الماديات والموجودات، والآخر يجذبك إلى هذا العالم والأمور الحاضرة. واحد يأمرك أن تحتقر المصنوعات الرخامية والحوائط والأسقف، والآخر يأمرك أن تعجب بها وتنبهر بها وتسير وراءها، مش كده؟ فكيف لهذين الاثنين أن يتفقا؟ أغلب الناس قال يعني عاوزين يصالحوا ربنا على الفلوس. أغلب الناس عاوزة تمشي ده مع ده، عاوزة ترضي ربنا شوية لكن قلبها كله في الدنيا والفلوس، وعاوزين يعملوا أي معادلة كده. ربنا قال مش هيحصل، لأنه إرادة الله في العطاء بسخاء وفي التعفف وفي النسك وفي التجرد وحوش في السماء. إرادة المال هنا، اقتني اسرق ووصل للقرش بأي طريقة، اركن ربنا وكلامه على جنب، خليك تمشي حالك، فيبقى واضح. إنه يدعو هنا مال الظلم بالسيد، جاب الحتة بتاعت بقلقة بتاعت وكيل الظلم، مال الظلم قال بيدعوه بالسيد لأنه مسيطر، لا بسبب طبيعة المال بل بسبب تعاسة الذين ينحنون أسفله. هو القرش ده سيد إزاي؟ ده حاجة مادية، يعني إيه جنيه ولا ألف جنيه؟ شوية ورق مش كده؟ بس حب الفلوس يخلي الإنسان مستعبد فيبقى سيد فعلا. هكذا يدعو أيضا حتى البطن إلههم، ففي لبي 3 مثلا يقول إلههم بطنهم. إذن الشهوة ذاتها هي اللي بتبقى السيد، شهوة الفلوس أو شهوة الأكل تتسيد الإنسان، ليس بسبب كرامة البطن أو كرامة المادة بل بسبب بؤس المستعبدين للبطون والماديات. هو أمر أسوأ من أي عقاب، وهذا يكفي أنه قبل حلول العقوبة ينهمج بطريق الانتقام، لأن حال المجرمين المدانين حال سيء، الذين إذ كان الله لهم ربا بسبب توافه الأمور يهجرون إلى طغيان المات. يعني عاوز يقول إيه؟ يا غلب الناس اللي مشيت ورا الفلوس، ده من قبل ما يهلكوا حياتهم كلها قدر، لأن هم مشوا ورا إله مفتري، إله ظالم، إله بيتعس الناس، إله بيخرب على البيوت، إله بيضيع السلام. فقبل ما بيوصلوا للهلاك بيكونوا داقوا الهلاك من دلوقتي. ده إله هذا الدهر، الشيطان اللي يحب الناس تجري وراء الفلوس وتنسى كل حاجة. يجلب عليهم عملهم منتهى الأذى هنا في الزمان الحاضر، فيعانون من القضايا والانتهاكات والمضايقات والأتعاب التي تعمي النفوس وتكون خسارتهم فائقة. والأخطر من ذلك كله أن يفقد الإنسان البركات الثمينة، وأعظمها بركة خدمة الله. عارفين في ناس ليه مش راضية تخدم ربنا؟ يقول لك ما عنديش وقت. ما عندكش وقت ليه؟ الشغل، الشغل ده ايه؟ ده شغل خاص، ده انت تقدر تفضي وقتك. لا لا، الفلوس. فطول ما دماغه رايح عشان يعمل فلوس بيستخسر الدقيقة في ربنا، وهناك يدي بالخمستاشر ساعة. ايه ده بقى؟ عاوز تقولي ان ده بيعبد الله؟ ما هي باينة خلاص، هو عارف مصيره، هو اختار مصيره بنفسه، هو اختار اله اسمه المال، والإله ده تبع الشيطان، واختار الطريق الضلمة، واختار نكد الدنيا ونكد الأبدية. يكمل كلامه ذهبي الفم يقول إيه؟ هل إن أقصينا عنا كل شيء يمكننا أن نعيش؟ بعد أن علم السيد الرب كل الطرق فوائد احتقار الثروات وكيفية حفظها بشكل جيد، يعني كنزه في السماء، يعني الواعي قوي ياخد أي ممتلكات ويرحل على السماء عن طريق الفقراء والخير، ويقعد رايق كده، وربنا طبعا مش هيسيبه، هيشبعه ويشبع أولاده ويديله كل حاجة، لكن هو ايه خزن هناك وخلاص روق دماغه. فبيقول بعد ما علمنا ازاي نحتقر الثروات ونحفظها بطريقة جيدة واكتساب صفة ضبط النفس للمسرة والمداومة على الصلاح، ما هي برضو دي عاوزة سيلف كنترول، يعني الواحد يفرمل نفسه من الطمع طول الوقت. يتقدم لتأسيس الجانب العملي للوصية، إذ أنها تخص
أفضل تشريع، ليس فقط فيما يتصل بما هو نافع بل أن يجعله أيضا ممكنا. يعني عاوز يقول إيه؟ كلام ده بالنسبة لبعض الناس صعب. ليه؟ لأنه هيبصولها على طول، طب ما الفلوس أكل وشرب واحتياجات الحياة، يعني ضروري، فعلى طول دخل بينا على إيه؟ لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون. واخدين بالكم التسلسل اللي بيعرضه؟ ذهبي الفم بيفسر ليه ربنا يسوع بيركب فكرة على فكرة. بعد ما قال لنا ما تكنزوش على الأرض اكنزوا في السماء، قال لنا أصله ما حدش يقدر يخدم سيدين، يا ربنا يا الفلوس. ولو قلتوا الفلوس مطلوبة قوي للدنيا أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. فيدخلنا في حتة جديدة بقى، هو ربنا أثر معاك؟ هو الاتكال على ربنا بيضرك؟ هو أنت يعني لو ركزت قوي في الأكل والشرب هتأكل 30 مرة في اليوم؟ ولا هتطول نفسك 10 متر؟ يعني أنت في إيدك تعمله إيه زيادة يعني؟ فبيقول لألا يقول قائل ماذا إذن، هل إن أقصينا عنا كل شيء يمكننا أن نعيش؟ للرب وقفة مع هذا الاعتراض تأتي في حينها، إذ يقول منذ البداية لا تهتم. وقد تبدو الكلمة ثقيلة بعد الشيء، يعني في واحد ما بيعجبوش كلمة ما تعولش الهم دي، في واحد يتفلسف يقول لك يعني ما عولش الهم إزاي، الأكل هينزل لي من السماء، يعني هلاقي اللبس جالي لغاية عندي. في ناس بتتفلسف أو بتعترض، فبيبقى كلام المسيح كأنه تقيل مع أنه كلام واقعي وسهل جدا. لكنه من المؤكد أوضح سوء التدبير الناجم عن الجشع، فجاءت نصائحه بعد أن جعل أمر استقبالها سهلا. لهذا لم يقول لا تهتموا فحسب، بل أضاف المسبب في الأمر وقال لا تقدروا أن تخدموا الله والمال. أضاف لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم. ليه بيطلب كده؟ لأن الخسارة لا توصف والثروة لا تلحق بكم الأذى فحسب، بل إن جرما يصيب أكثر الأجزاء حيوية. يعني إيه؟ يعني بيقول لنا إيه؟ إن كان على احتياجاتكم أنا هوفيها كلها. إذا كانت ثغرة الفلوس دي ضرورية قوي، سيد الفلوس بيقول لك وهتاكل منين؟ سيب لنا الحتة دي، أكل وشرب ولبس واحتياجات هذا الدهر هديها لكم بزيادة. وقعد يوعد بتكرار وإلحاح ما تهتمش. إحنا ده كمالة النص يا أحبائي. يبقى النص ماشي في 3 خطوات كده متسلسلة. ما تكنزوش في الدنيا، كنزوا في السماء. السماء فيش حاجة بتروح منها، الدنيا بتروح، وبالتالي مش هتعرفوا تخدموا سيدين، يا الفلوس يا ربنا. خليكوا في ربنا، الفلوس مؤذية هنا وهناك. لو قلت الفلوس ضرورية نقول لكم ما تهتموش بحياتكم، ربنا يعلم ما تحتاجون إليه. واضح التسلسل؟ لهذا أقول لا تهتموا. إذن بعد كشفي لفداحة الضرر الذي لا يمكن وصفه من محبة المال أصل لكل الشرور، من عبادة بقى الماديات دي، يجعل الوصية أكثر صرامة، فهو لا يأمرنا فقط أن نطرح ما نملكه بل يمنعنا حتى أن نهتم بالطعام الضروري قائلا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون. ليس لأن النفس الحية لا تحتاج إلى طعام، فهي نفس غير جزدانية، بل يتكلم وفقا للعادة الشائعة، فعلى الرغم من عدم احتياجها للأكل لا يمكنها البقاء في جسد لا يتغذى بالطعام. يعني ربنا عارف كويس ان الانسان ما يقدرش يعيش من غير ما ياكل، فدي الحجه اللي الشيطان هيقولها له. زي عارفين ايه بالبلدي كده، لما واحد يقول لك لقمه العيش، لقمه العيش تخليك تدوس على الناس وتكذب وما تصليش وتفضل تقول لقمه العيش، وانهي عيش ده؟ وهو كان ربنا سابق جعان؟ ولا دي تلكيك عشان انت بتحب الفلوس؟ ما هو برضو الواحد لازم يبقى صريح مع نفسه. السيد لا يضع الأمر هكذا ببساطة، بل يناقشه بعدة طرق، بعضها وفقا لما ذكرنا قبلا وبعضها من أمثلة أخرى. فيقول أليست النفس أو الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ فالذي يعطينا الأعظم، بصوا بقى المعنى الجميل ده، هي حياتك كحياة دفعت فيها كام؟ نفسك دفعت فيها كام؟ طيب ولا الأكل اللي اداك الحياة اللي اداك النفس، ذمتك ده أغلى ولا الأكل اللي بيغذي بس استمرار الحياة؟ طيب الجسد، الجسد ده
ما فيش كمبيوتر يعرف يعمله، مش كده؟ ده لو اديناهم مليار دولار عشان يعملوا بني آدم ما حدش يعرف يعمله. الجسد اللي بيبدو بسيط ده كل خلية فيه معقدة جدا. طيب الجسد ولا اللبس؟ طب اللي اداك الجسد اللي فيه عظمة قد كده وفيه خلق حسن جدا، طيب ده ولا اللبس؟ يبقى أسهل حاجة موضوع أكل وشرب ولبس. فهنا بيقول: أليست الحياة أفضل من الطعام؟ أليس الجسد أفضل من اللباس؟ الذي يعطينا الأعظم ألا يهبنا الأقل أيضا؟ الذي خلق الجسد ليأكل كيف لا يمنحنا الطعام الذي يؤكل؟ لهذا لم يقل هكذا ببساطة: لا تهتموا بحياتكم بما تأكلون أو بما تلبسون، بل قال لأجسادكم ولحياتكم، على أساس أنه قصد عرض النماذج بأسلوب المقارنة. يعني إيه؟ حط الحياة قدام الأكل، وحط الجسد قدام اللبس. فلما تقول لي أنا أكل ولبس، عيب عليك، ده أنت واخد حياة غالية جدا ببلاش وهو المسؤول عنها، واخد جسد عظيم جدا ورائع جدا في شكله وفي دقائقه، وبتتكلم في لبس، يبقى الحجة باطل. فبيقول هنا إيه؟ النفس التي أعطاها مرة وإلى الأبد في الجسد، والتي تبقى كما هي رغم ازدياد الجسد يوميا. لهذا حين يشير السيد إلى هذين الشيئين، إلى خلود النفس وضعف الجسد، يربط بينهما قائلا: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحد؟ كلت يا أخويا واشتغلت على الأكل واهتمت قوي، هتطول نفسك بنفسك؟ تقدر تطول على قامتك ذراعا واحدا؟ يعني حتى من واقع الحياة انت عارف ان الحكاية ما بتزودش ولا بتنقص. يعني قولوا لي موائد الأغنياء اللي بيأكلوا أكل غريب قوي وغالي جدا، وموائد الفقراء اللي هي يعني ايه بسيطة جدا، هو مش ده عايش وده عايش؟ وساعات موائد الفقراء يبقى فيها صحة أكتر. يبقى واضح ان الحكاية مش واقفة خالص على قولة لقمة العيش، دي بقى حجة للي مش عاوز يهتم بربنا ويهتم بالفلوس، فبيجد بقى ايه العذر اللي يقولك أكل ولبس وعيال وكل دي عطايا إلهي. هكذا لا يذكر شيئا عن النفس لأنها لا تزيد في القامة. عشان كده ايه لما قال جسدك ما يزيدش ذراع واحد، ما قالش هنا نفسك، لأن النفس ما بتزيدش طبعا، بل يتحدث عن الجسد فقط، موضحا هذه النقطة أيضا أن الطعام وحده لا يزيد من حجم الجسد، بل هي عناية الله التي تفعل هذا، كقول القديس بولس: ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. ومما توفر لدينا هنا نرى ويحسنا بهذه الطريقة وبأمثلة أخرى. نقلنا على مثل تاني بعد ما قال الحياة أهم ولا الأكل، الجسد أهم ولا اللبس، وبعدين قال لنا طب بصوا على العصافير. بيكسفنا ربنا ليه؟ لأن حجة لازم نهتم بالأكل والشرب واللبس حجة باطلة وغشيمة وكاذبة وخادعة. ليه؟ وهي العصافير دي بتعول هم الأكل، بتحوش فلوس، بتخزن. طب هو في عصفور اشتكى أن ربنا مقصر معاه في الأكل؟ أحبائنا كلام ربنا صدقوني مش صعب، لكن لازم ناخد قرارات، لأنه زي ما قال القديس زابل: فم التغيير ليس صعبا، لكن القرار يخصك أنت. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.